I can see it anyway. We're live now. Okay. Making sure the audio before you start, let me just check the audio. And is the seating is okay, Muhammad, as well? I'm sorry? The seating is okay, heights and yeah, everything? It's good, yeah. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي The Arab Immigrants، المجموعة والصفحة واليوتيوب، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ومتكرر مع الأستاذ المحامي لؤي الغول. أهلا وسهلا بك أبو عمر. اليوم لدينا مجموعة من الأسئلة، وكذلك سيكون لدينا مجموعة من الأسئلة على الصفحة. أتمنى إن شاء الله نرى أسئلتكم ونجيب عليها. نبدأ بأسئلة من الأسئلة المتوفرة لدينا. في هنا سؤال: إذا سافر الابن للدراسة في كندا وبعد سنة قدمت الأم فيزا دراسية، هل يمكنها اصطحاب أولاد الصغار معها؟ وهل يتم رفض فيزا الدراسة إذا كان العمر 37 أو أكثر؟ يعني هل في قيود على العمر في التعليم؟ تفضل لو سمحت. شكرا. مرحبا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السؤال صراحة القسم الأول من السؤال ملوش دعوة بالقسم الثاني. القسم الأول من السؤال: إذا الابن أوريدي عنده فيزا زيارة وموجود أوريدي في كندا على افتراض، يعني هو هذا ما بيساعد بالجزء الثاني. الجزء الثاني هو اذا الام بدها تقدم دراسه وتصطحب اولادها الصغار، يعني معناها انه الابن اللي داخل دراسه مش معهم في الجروب. خلينا نركز على السؤال الثاني او الجزء الثاني من السؤال. اذا انت او انت اختي حبيتوا تيجوا الدراسه الى كندا، يحق لكم انكم تصطحبوا اولادكم اللي هم اقل سن السن القانوني، اللي هم بيعتبروا صغار، حتى يرافقوكم في مرحلة الدراسة. فهم بيعطوك انت او بحالتك انت اختي بيعطيكي الفيزا للدراسة والإقامة للدراسة، وبيعطوا الأولاد نفس الشيء كمان، مش للدراسة طبعا بس استحابك مع استحابهم معاكي، وبتقدر تقدمي لهم انت طبعا دراسة، قبول دراسة في المدارس اللي هون في كندا. بالنسبة للعمر 37 سنة، العمر ما يعني ما بيفرق. اللي بيفرق اكثر انت مقدمه على اي برنامج فيهم. ف لو حضرتك مخلصه مثلا بكالوريوس او مخلصه ديجري الى اخره، وكنت انت يعني قدمتي على ماسترز مثلا او على بي اتش دي، طبعا هذا الاشي ما في مشكله فيه ابدا. لو حضرتك مش مخلصه اي اشي جامعي وحبيت تقدمي على باتشلر ديجري على سنة 37، بكون الابليكيشن اضعف شوي، يعني بنظروا له بتحفظ شوي، بيكونوا خايفين انه الغرض من الابليكيشن مش فعلا الدراسة. فبكون انت عندك زي ما تقولي سكيل اوف فور اجينست فور يو اجينست يو. كل ما كبرت العمر طبعا انا ممكن اقول لك انه اللي بيقدموا باتشلرز دراسة الباتشلر لأول مرة هم مش مخلصين باتشلر قبل هيك، ومش عاملين ومش مقدمين دراسة ماسترز أو مش مقدمين دراسة بي اتش دي، مقدمين دراسة عادية. خلينا نقول لو سنهم زاد عن ال 30 إلى 32 سنة بكون في يعني كويشن مارك. طبعا ما فيش إشي written in anywhere في الحكومة الكندية أو في المانيوالز as to whether they'll accept you or not, but that raises questions. To overcome المشاكل هذه أو questions that is raised، لازم تكون مقدم، يعني لازم الشخص يقدم أشياء بحالتك أنت، يثبت الابليكيشن تبعه ويثبت إنه رغبته فعلا هي الدراسة. بعض الأشياء هذه أنا cannot give specific عليك أنت، لكن بعض الأشياء هذه زي إيش مثلا؟ زي إنك تكوني دافعة التوشنز تبعت السمستر الأولاني كلها مثلا، فتبين إن أنت really serious in going. تكوني عندك اشياء خط رجع مثلا، عندك ماخذه انت مثلا تايم اوف فور ا يير او 2 ييرز او 3 ييرز من شغل حالي عندك، والشغل معطينك بريك فور ذيس 2 ييرز مثلا عشان تكمل دراستك برا. يكون عندك البرنامج اللي انت مقدمه عليه مثلا، يكون برنامج
ليس له شروط. يعني ايش مقدمين مثلا داخل على طول بزنس ديجري او داخل على طول انجينيرينج، مش بري ريكويزيت، مش انك داخل انجليزي سبجكت تو بي فينيش ذا انجلش تو بي اكسبتد انتو شيء ثاني. هاي الامور كلها بتلعب سترونج فاكتورز. في طبعا امور كثير نحن ننظر لها بتلعب سترونج فاكتورز. اذا كان العمر تبعك متاخر وكان ما عندك قبل هيك شيء زي ديجري ومقدمه لاول مره از ا باتشلر اند جراد بدل ماسترز او بي اتش دي، فاي هوب ذات ان شاء الله يكون هذا بيساعدك على جيد. اوكي ابو وليد، هاي ثاني مره متاخر يا جماعه، مره فاتت كانت نص ساعه، مره هاي يمكن ساعه ولا ساعه سوري او ساعه او ساعوي لاسباب الكلاينتس كانوا عندنا هنا وتاخرنا عليهم، فما بعرف كيف انتم حتعملوها. اوكي بس انا يعني تعرف نحن when you call to ask for a assessment في هنا بتدفعوها for the assessment، فلازم تكملها فاي ثينك انه يعني الجماعة اللي بتابعونا، لو احنا اليوم الخميس، اليوم الثلاث، يوم 28 اغسطس، فالمكتب عندي هون، انتم عندكم المعلومات info@alghoul.com. فاني اكراما للجميع ان شاء الله، اكراما للجميع، اكرام ابو وليد برضه. اي حدا ان شاء الله بيعمل معنا موعد فور اسسمنت 29 اغسطس، يوم 29 اغسطس اللي هو بكون يعني سمع الحلقه هذه، اي واحد بيقدم معنا يوم 29 اغسطس لحد يوم 29 اغسطس عن طريق الايميل info@alghoul.com we will book them free assessment. You don't have to pay anything, you don't have to worry about any fees. فبليز از ا ثانك يو فور يور بيشنس. شكرا لك ابو عمر. شكرا. اذا info@alghoul.com اللي بيحجز موعد هيكون اسسمنت ببلاش اذا حدا بده يعمل اسسمنت ان شاء الله، يعني على بكره اذا حجزت اليوم بالليل او بكره طول اليوم. هم عندهم الليل لما يصحوا الصبح ان شاء الله. طيب السؤال الثاني، انا يمني عايش بالسعوديه، رحت المفوضيه بمصر، اعطوني موعد قريب بعد 25 يوم. الموظفه قالت له بعد المقابله ما بتستطيع السفر، هذا شيء غريب. هو هين ولا في مصر؟ في مصر. فايش المترتبات لو سافرت بعد الحصول على الكرت؟ انا مستغرب، كرت ايش؟ هل تقصد انه اذا جيت على البلد ولا كرت من السفاره؟ ما انا ما اعتقد انهم بيعطوا كرت من السفاره. السفاره الكنديه ولا المفوضيه؟ هنا بتكلم عن المفوضيه. كلام عن المفوضيه. يونايتد نيشنز يعني. طبعا يونايتد نيشنز ما بقدر انا اعمل اني كومنتس على وضعك انت اخي في مصر او السعوديه، عايش عفوا السعوديه. السعوديه هو عايش في السعوديه، راح المفوضيه اللي في مصر. اللي في مصر وردوا عليه بالشكل. اوكي اذا سؤالك هو اذا انت رحت على مصر واليونايتد نيشنز اعطوك الكرت انه انت مقبول كلاجئ انساني، اللي هو الكرت الاصفر هذا، ليش يرجع لمن؟ على السعوديه قصده. هو في السعوديه بس اذا اخذ الكرت تبع المفوضيه هل بيستطيع يرجع لليمن؟ ولاجئ الان. هو يمني عايش بالسعودية. عايش في السعودية. قصدك هل بيقدر يرجع للسعودية؟ ولا هي هنا في حالتين، هل بيقدر يرجع للسعودية اللي جاي منها ولا لليمن اللي بلده الأصلي اللي لاجئ منها؟ هو أوكي، أنا بعطيك حاطيك أور إنفورميشن أور إكسبيرينس، الخبرة تبعتنا، بس هذا سؤال يفضل يكون لمسؤول في يونايتد نيشنز مش لهجرة كندا، مش هجرة كندا، لأنه أنت سؤالك هل كرت اللجوء من يونايتد نيشنز بيلتغي اذا انت سبت مصر؟ هذا السؤال اللي انا فاهمه من سؤالك. يعني اذا هذا هو فعلا سؤالك، خبرتنا احنا كالتالي، انت كلاجئ لما تروح على بلد وتقدم كلجوء فيها كلاجئ انساني، معناه انه انت بتقدرش تسيب البلد هذه. That's our understanding. سواء انت كنت في مخيمات في لبنان او في تركيا الى اخره، انت في المنطقه اللي انت فيها بتقدم على لجوء انساني من بتكون مسؤول من اليونايتد نيشنز في المنطقة هذيك، وعلى أساس أنك تقدرش تطلع أي مكان تاني في العالم. إذا قدرت تطلع على أي مكان تاني في العالم، سواء كان اليمن، بلد في يعتبر استقرار، السعودية مثلا، جت على السعودية افترضنا، تقديمك للجوء بيلتغي، مفروض أنه يلتغي لأنه أصبحت الآن في بلد آمن. هذه is very similar للكونديشن تبع اللاجئ الكندي. سواء انت برضه لاجئ كندي، انت بتقدم على رجوع من خارج كندا لكندا، يعني انه انت تحت ظروف حرب الى اخره. لو انت كنت لاجئ، ناخذ الاخوان السوريين، لو انت كنت لاجئ سوري من بلد فيها حرب في سوريا وكنت عايش في السعوديه او في الامارات الى اخره، بلد فيش فيها حرب ولا فيها مشاكل، ما لك حق تقدم لجوء
لأنه صح أنت بلدك الأساسي فيها مشاكل، ولكن البلد اللي أنت مستقر فيها ليس لديها مشاكل. تكلمنا عن الموضوع هذا في حلقات أكيد. ماضية. أكيد. فمعنى الكلام هذا أخي أنه إذا طلعت من بلد، افترضنا مصر اللي أنت أخذت فيها، لو أعطوك فعلا كرت لجوء أنه أنت لاجئ إنساني، قلت لهم أوكي ممتاز، ورحت على بلد تاني آمنة، أصبح أنه أنت حالة اللجوء تبعتك لكندا ما بيقبلوك. وأعتقد الأمر بينطبق كمان على United Nations. أوكي شكرا. سؤال مختلف، أسامة بيسأل عن التمريض وهل هيكون في فيديو قريبا عن التمريض. نعم. وتلخيص التمريض ومستوى اللغة المطلوب. سيد الفاضل، أنا تكلمت مع الجهات المختصة هنا في مانيتوبا المتخصصة في موضوع التمريض، وأخذت منهم كل الماتيريالز والويبينارز والأشياء، وقدمت لهم دعوة للظهور معنا، مش عارفين إذا كانوا هيقبلوها ولا لا. بحثت عن ممرضين، وإن شاء الله أنا وجدت شخص بيعمل دكتوراه، هي سيدة، وشخص بيعمل ماجستير من الممرضين. هدول ما لهمش علاقة بالمعادلة الآن، هدول دخلوا جامعة. بدور الآن على ممرض يكون عمل المعادلة. في ممرضين موجودين من الناس المقيمين المولودين، هدول بلزمونيش، انت بدك المعادلة. بإذن الله إذا عثرنا على حدا هيكون في فيديو قريبا. يا سيد أسامة، طيب تفضل. بدك علق عليه سؤال. سؤاله هو كان عن التمريض. yeah. واللغة المعروفة فوق 6 في الآيلتس. آه، في غالبيتهم okay. مطلوب 6.5. نعم. أخي الكريم، إذا أنت بتسأل على تقديمك للهجرة أو أنت عندك شهادة تمريض، فهذا له جواب. أو أنك تقدم إلى إيش الأشياء المتطلبة مشان تعادل شهادتك، فهذا له جواب آخر. أنا عن المعادلة. خلاص أوكي ممتاز. أنتوا بالنسبة للهجرة. طيب. بدي منك بس ثلاث أسئلة لو سمحت تجاوب عليهم. هل أنت عندك status تبعتك هي registered nurse ولا أنت nursing؟ هل أنت licensed registered nurse ولا بس يعني RN؟ أي نوع من الممرضين؟ yeah. هل أنت registered أم لا؟ بيختلف هذا الأمر. ثاني شيء بدي أعرف كم عدد سنوات الخبرة تبعتك، وإذا اشتغلت في مجال التمريض ولا اشتغلت في مجال آخر خارج التمريض، لأنه مهم عندي أنا خبرتك أكثر من شهادتك. والسؤال الأخير، في مجال التمريض اللي انت بتشتغل فيه، هل انت عملت سبيشاليزيشن؟ هل انت في مثلا يونت تخدير بالضبط، كاردياتيك، تخدير اطفال، دراما، يعني I need to know that as well. لو سمحت، التمريض بشكل عام، what we do is we اسلام محمد شكرا what we do is we look at the knock list الموجودة، وهم طالبين يعني حتى انت حضرتك تطلع على النوكلس حتلاقي في فرق بين النوكلس تبعت RN والجنرال نيرسينج. فخليني اعرف بس بدي منك بس معلومات هاي لو سمحت. وهذا عام اي واحد من الممرضين اللي بفكروا انهم يهاجروا. نعم. اللغه الانجليزيه طبعا، احنا انت يو ابلاي اند اكسبرس انتري، سو سيم اكسبرس انتري requirements will apply to you. وفي عندنا احنا تسجيلين actually، اعتقد 2 عملناهم، واحد زمان وواحد جديد على الاكسبرس انتري. ف you can get all the information ان شاء الله answered. سيد عمر، my age is 46 years and I am afraid of my family case maybe not acceptable. ما قالش ولا شيء مفيد. كمل. Can I send my son for studying in Canada and he proceeds with immigration process. بده يبعت ابنه يتعلم ويمشي في مجريات الهجرة، وبعدين عمره 46 وبيعتقد انه ممكن ما تنجحش حالة الهجرة تبعته عشان العمر. اوكي استاذ عمر، اذا انت معانا متابعنا حاليا لايف، بعت لي بس لو سمحت سلام لابو وليد، بس قول لي انت What programs do you have in mind? Do you have a business program? ولا مفكر تجي skilled؟ يعني الـ Express Entry. بالنسبة لابنك، أعطيك بس المختصر على الموضوع هذا. ابنك ما بيقدر، لو هو إجا هون ودرس أو هي إجت هنا ودرست، ما بيقدروا يقدموا لك أنت هجرة، لأنهم أصلاً ما عندهمش PR status. وما بيقدروا يقدموا هجرة in Canada to your parents until unless you're over. لازم يكون أنت above age، يعني فوق السن القانوني. وتكون عندك certain income بحيث تعمل sponsorship to your parents. ف they cannot. However, لو درسوا في كندا لمدة 6 أشهر أو أكثر، 6 أشهر and more، بعد ال6 أشهر هذه you get more points. أنت إذا تقدم أنت على هجرة سواء express أو سواء business، ف
في ليش انا بسالك تقول لي اذا انت بتفكر تيجي سكيلد ولا بزنس؟ لانه في البزنس في مور بوينتس حسب المقاطعه اللي بتقدم عليها اذا ابنك بدرس هناك في المقاطعه او بنتك تدرس في المقاطعه. ماشي الحال. طيب من قطر محمد، انا في قطر ونقض ملفي، هل يمكن فتح الملف مره ثانيه؟ قفل ملفه؟ اه رفض يعني الملف. عنده بي ار هو ولا رفض؟ لا هو الظاهر مقدم هجره ورفض. طيب. الملف، فهل يمكن فتح الملف مره اخرى؟ هو مقدم هجرة. فاهم. قدم يعني زي قدم ورفضوه ولا قدم ارتفض الملف؟ ما حطش تفاصيل. ما احنا الله يخليكم كونوا كرماء في الكتابة، يعني اكتب تفاصيل. إذا بدكش قلنا ابعث على الإيميل، الإيميل اكتب فيه اللي بدك إياه، مش هنذكر اسمك وهناخذ القصة بالكامل ونفهم التفاصيل. أوكي مستوى دراسي هو حتى سطر واحد. أيوة أنا في قطر. هذا صح. هذا واحد تاني. في عنا أنا في قطر رفيق من الجزائر. سلام، أنا جزائري متزوج، عندي طفل، مستواي الدراسي 9 يعني جريد 9 متوسط، والحمد لله ناجح في حياتي، عندي شهادتين حرفي رخام ونجار. إذا هو حرفي. أمتلك عدة محلات، ربنا يبارك لك ويوسع عليك. حبيت انتقل الى كندا واستقر، كيف اتواصل معكم؟ info@isa.com. يا وهم انت اخي لك، ما بعرف قديش عمرك صراحه، لكن ممكن يكون متاح لك مجالين، مجال اكسبرس انتري اندر ذا تريدز ومجال البزنس لانه انت تملك محلات. فاي دونت ريلي نو مين احسن واحد فيهم لك، لكن لو اخذت منك معلومات اكثر ان شاء الله احجز لبكره واعمل كونسلتنسي. يا تري يا تري يا اوفر تومورو مور ذان هابي. جماعه جزاكم الله خير. يعني بكره ان شاء الله في عندنا او الاستاذ الاي اي بقول لكم انه عنده بكره فري اوفر. خلصنا هنا. في عندنا رفيق عمره 35 سنه. اسامه بيتكلم عن رفيق اللي هلا حكى معنا اللي بعث المسج عمره 35 سنه. هذا اللي هو رفيق تبع توي. اوكي ممتاز. يعني لك زي ما قلت لك قبل هيك لك two options trades او عن طريق البزنس، both are good for you. اوكي طيب اسامه اللي هو بده يبعث ابنه بقول ار ان ريجستر نيرس. اوكي ممتاز. لا اسامه تبع تبع النيرس ار ان. يا اوكي فيري جود اسامه. خلاص حبيبي اذا بتحب لو سمحت تخبرنا بكره وانا بعمل لك اسسمنت على الاكسبرس انتري تبعك وبوريك قديش البوينتس تبعونك، لان لسه بدي منك العمر واشياء. اي ثينك انت قلت لنا العمر 46 او انا مخربط فيكم. اسامه الصيدلي الممرض مالش عمره؟ لا ما الان حكي رفيق اللي عمره 35. طيب. اسامه ما حكاش الار ان. يس لك مجالات وكمان في بعض المقاطعات، فان شاء الله يكون لك مور ذان ون اوبشن. اذا بلحق بيجي اسمك بعد هيك وفي العمر بكون خير وبركه، بس انا بنصحك احجز لبكره. ماشي محمد، بعد موافقة المحكمة ووصول ورقة الموافقة بالبريد مباشرة قمت بتعبة الأوراق الخاصة بالبي آر، تاريخ تقديم البي آر بكذا من تورونتو. سؤالي حسب علمكم خبر كم من الوقت أحتاج لتكون عائلتي معي كوقت تقديري؟ يعني انت بدك تعمل اخ محمد غالبا هو قدم ريفيجي وبعدين خلص المحكمه وجت له الموافقه، غالبا هذا قصده يقول. ما هو الاجراء المتبع واليه الاتصال بالعائله لتتمه الاجراءات؟ حسب كلامك اخ محمد انت البي ار اجت لك يوم 18 قدم لها يوم تاريخ التقديم في شهر 6 من 2018. اوكي تقديم من تورونتو ما جاش بي ار لسه ما اجت. طيب انت في الابلكيشن تبع اخ محمد لما قدمت على الريفيجي ستاتس الاساسي الاولاني قبل المحكمه كتبوا لك في مين زوجتك وتاريخ ميلادها والاولاد وتاريخ ميلادهم اكيد طبعا ومكانه الاقامه العنوان تبعهم الحالي مزبوط. هلا انت اذا مقدم مع يعني مع كونسلت اكيد غالبا انت مقدم مع كونسلتنت او مع محامي. المحامي الكونسلتنت هلا نيكست ستيب اذا جات لك الموافقه اوريدي المفروض هم يقدموا لم الشمل تبع اولادك مرتك اولادك بيقدموهم لم الشمل على طول. المحامي بيعمل الشغله هاي مش صعبه ابدا يعني. بس بدي منك لو انت انا اتوقع انه عندك محامي، فاذا عندك محامي بدي منك بس تحكي معه او معاها وتقول لهم انه to when is that gonna happen. لأنه أنا ما عنديش فكرة هو وين وصلين لأي مرحلة بعد تقديم البي آر. أنتوا أكيد هو بيعرف أو هي بتعرف.
بدي منك شغلة بسيطة، لو مر على الأمر هذا 30 يوم من اليوم أو قول شهر ونص بالكتير 45 days ولم يحصل شيء، اتصل علي وأنا ممكن أساعدك أو أساعده كيف يعني تكون النكست ستيب. لكن حاليا أنا أعتقد إنه مش يعني غالبا بكون اوريدي بين شهر 6 وهلا اوريدي، المفروض انه لك اللوير قدم يعني المفروض يكون قدم، بس we'll see what happens. اذا مر اذا مر قدم للبي ار بس لسه ما استلموش، ممكن يكون عاده احنا هو بنقول لهم بده اولاده يجوا عليهم صح، بس هو يصير البي ار في ايده مش بيعملهم. لا هو ريفيوجي فهو ممكن يعني it has to be prior، بس ما بعرف شيء I'm not sure what's happening here. اوكي الاخ محمود، انت مسجل في اللجوء من 2013 وما اتصلوا بيك وبتروح وبتراجعهم، الامر مش في ايدنا. لجوء هنا هو جوا البلد؟ لا هناك في البلد اللي هو فيها في الامم المتحده ايا كان البلد، هو مسجل من 2013 هذا هو السؤال. معنى شيء هذا في مع الامم المتحده. هذه مليون نيشز بس هم 2013 كثير متاخر يعني لهلا ما ردوا عليه. ممكن يكون بعثوا، اذا بعثوا المشكله رقم اتصال غلط، ايميل غلط، راح في الجنك ميل. طيب لو سمحت بس راجع، بس براجعهم كل اسبوع. وايش بقولوا له؟ بروح على المفوضيه يسال، بقول له ما عندنا للاسف، انا داخل بشوف ناس بتدخل في شيء غلط. اي دونت اخي، اذا بتحب التعيين محامي انه يتابع مع انه عندنا شيء دايركتلي، يبعث لهم خطابات دايركتلي مشان يعرف وين الابلكيشن تبعك، لانه 5 سنين غير ما يجي لك اي ستاتس او اي ابديتس از فيري فيري سترينج فيري جدا. الاركتكت انا ما نسيت سؤالك، مهندس معماري وزوجته مهندسه معماريه خبره 4 سنوات، بده يقدم على الهجره والعمل في كندا، مع العلم انه ما عندي شهاده ايلتس، ولكن طول سنوات دراستي كانت باللغة الإنجليزية، حاصل على دبلومة اللغة الإنجليزية من الخارجية الأمريكية. هنا في سؤال، هل يعني هو شوي مختلف، الناس اللي بتدرس في بلد لغتها الإنجليزية هل برضو مطلوب منهم الآيلتس في الهجرة؟ نعم. زي الست تبعت فانكوفر البريطانية اللي قالوا لها، تبعت الجنسية اللي قالوا لها برضو لازم. نعم لازم. إذا كان الآيلتس مطلوب ومقرر لا فكاك. طبعا الحل الاكسبشن هاي ابو وليد اذا كانت دراسه في كندا هون بالهاي سكول، لا هو بده يجي هادف يعني لو درس هون الهاي سكول ودرس هون الاندر جراد از ديفرنت، يو دونت نيد تو، بس بحالته هو لا هذا برا لسه بده يجي. اما لو كان صح زي ما تفضلت، لو كان درس الهاي سكول هنا ما في داعي. خلص هنا ناخذ سؤال من اللي كانوا بعثوا على البريد، في حاله فيزا الدراسه للزوجه هل يستطيع الزوج اخذ قرض على اسمه لدعم حسابه وإعالة زوجته وأبنائه؟ يعني أكيد هو في بلده وبياخد قرض عشان يدعمهم عشان يوري الحساب فيه فلوس. شايف؟ مع العلم إن الأب سيبقى في البلد للعمل وإعالة الزوجة والأبناء، يعني الزوجة بدها تيجي تتعلم في البلد في كندا وتجيب معها أولادها، وهو بده يضل هناك بس بده ياخد قرض عشان يدعم الفلوس. أكيد إذا أعطت له البنك رسالة إنه عليه قرض بمشيش الحال. هذه معلوماتي انا مش محامي ولا كونسلتنت. اوكي السؤال هلا هو انه مشان يثبت انه عنده زوجته عندها اموال، انه في فلوس تكفي عشان دراسه، هذا اللي انا شايفه. هو بده يستلف لون وياخذ قرض بنتي ويحطه على حساب زوجته، يحطه على حساب جوز مرته. اذا الابليكنت هو الزوجه والاولاد حيكونوا معها غالبا في الحاله هذه، الابليكنت لما يطلعوا على الفلوس اللي عندك اياها بالاخر بيطلب منك قديش عندك انكم، قديش عندك نت وورث جروس انكم، وقديش عندك اكسبنسز، حتى يعرف اذا انت بتقدر تعين نفسك ام لا. هذا بالنسبه لي فور يور اوفر اول نتورك. بس اذا بدك تبين قديش عندك حساب في البنك بيطلب منك بس كشف الحساب في البنك، قديش عندك فلوس في البنك. لو لقوا في مبلغ كبير داخل عليك في البنك بيسالوك من وينك هذا المبلغ او من وينك انت هذا المبلغ. لو قلت له هذا جاي من زوجي او جاي من ابوي الى اخره، they need to know if this is a loan ولا if this is a gift ولا is this income ولا is this worth الى اخره. افترض انه جاب الفلوس وحطها في الحساب، صارت الفلوس عنده، في مشكله؟ ما في مشكله، بس حيسالوه من وين الفلوس هذه. اذا طبعا اذا سالها اذا كان جواب هذا قرض ما بيبلش المبلغ هذا. يس.
طيب نادية من تونس عمرها 38 سنة عندها بكالوريوس انترستد في الاميجريشن لمانيتوبا الان بالاسم عندها ايلس 5.5 باند 6 اوفرول وان سي ال سي في التف اللي هو الفرنسي 5 اي ام ماريد 3 تشيلدرن عندها 3 اولاد ومتزوجة. What are the chances to migrate to Manitoba? نادي عمرك كويس جدا 38 سنة لغتك فرنسية برضو your medium level which is medium to high well medium to high الإنجليزي مع الفرنسي سوا تاخذ points from both تاخذ points على both ايش تشتغل هي؟ ايش هي الباتشلر؟ ما قالت هي معها بكالوريوس بكالوريوس بس ايش ما قالتش مش هل في أهمية لنوعية البكالوريوس هنا؟ يا مش نعرف اذا هي حتقدم على النوك ليست تبع الاكسبرس انتري يعني ايش نوع تخصص التخصص تبعها وهي شغالة كمان؟ والله يا اختي نادية انا بقترح احجزي مكالمة احجزي مجانا بكرة و... طيب هل هي بتشتغل؟ هل حكت انها بتشتغل او ما حكتش اي سؤال زي ما انت شايفه انا حتى كان مكتوب مع بعضه حطيته سطر ورا سطر وعلمت على الحاجات اللي تسأل على الام بي ان بي طبعا ايش الحل اذا كان ما عندكش صديق ولا فريند ولا كونتاكت Well, you need to apply. Hopefully, they can look into you as the special category. But you know, Nadia, خلينا نحكي مع بعض أكثر. بس I think إنه عندك أنت better chance تقدمك طالبة. The exception to what I said earlier. السؤال الأولاني إن سبعة أنت كنت 37 الأخت الأولاني كانت 37 إلى آخره إلى آخره. Nadia عندها bachelor degree. تحكي فرنسي fluently, or at least in higher than intermediate level. So she has better chances to apply to, in this case, it will be Saint Boniface, University of Saint Boniface yes. In Manitoba. And they will grant you the program and you will have, after the application, you can have other options to apply for immigration. في حاجة اسمها the Francophone program. Yeah, that's through the study. You study and you can apply after that for immigration, which is very strong. Or you can apply directly, immediately. As a French speaking, as a and you get more points than English. إخوتنا في المغرب العربي تونس الجزائر المغرب موريتانيا خلينا نقول كمان تشاد والنيجر والجماعة اللي بيحكوا فرنسي لكم better chance than English. في الموضوع. Better chance than English. All right. طيب هنا في قصة طويلة. يا الله. في حال حصول الشخص على عقد الماي. أخذ عدم الممانعة حصل على الورك بيرميت فيزا كم الفترة الزمنية بالأشهر أو السنين التي تتطلب من الشخص أن يمضيها في كندا حتى تتحول فيزا العمل إلى إقامة دائمة سمعت إنها 12 شهر وبقولوا إنها بتتحول بسرعة إلا ما هي عنده هو أخ والأخت هو أخ أوكي. طيب أخي الكريم سؤالك يمكن له قسمين القسم الاولاني انه انت جيت اوريدي هنا وبتشتغل هنا ك ورك بيرميت بارت ال ام اي هذا مش تبعك وتبع الامبلوير طبعا ده قصدك وذاتس فاين النقطه هلا بدك تركز على انه ايش المقاطعه مين المقاطعه اللي انت عايش فيها اذا انت عايش في مقاطعه زي مانيتوبا او ساسكاتشوان الى اخره وبيسمحوا لك في البي ان بي بروجرام تبعهم بكون بدك تشتغل هنا عدد أشهر حسب مقاطعة في منهم 6 أشهر في منهم سنة وبعدين بتقدم على البي آر على الإكسبرس أنتري قصدي فيمكن that's I think that's what you mean إنه depends on which program you are applying for the PNP أي مقاطعة هلا الإكسبرس أنتري بيعطيك points كمان إذا أنت كنت دارس هنا كطالب لكن إنك مخلص ديجري أو دبلومة إلى آخره فما بعرف أنا إيش مجال تبع الدراسة تبعتك اللي هي سنة أو أكثر ما يعني ممكن تكون تعمل MBA مثلاً لمدة سنة I don't exactly know لكن في عندك options في الإكسبرس أنت اللي هي الفيدرال بروجرام الشغلة الأخيرة ممكن أنت تخلص الدراسة كاملة بيعطوك work permit إذا أنت مخلص full time study program بيعطوك work permit بعديها وبعد الwork permit هذه إذا أنت شغال هناك اللي بيعطوك هو طبعاً work permit and status you can stay there to work وبس تخلص ال status هذه يعني تخلص مثلا سنة شغل ممكن تقدم برضو على express entry أو على PNP program حسب المقاطعة اللي انت فيها okay.
كيتش، هختصر اسمك بكيتش لأنه هو الحرفين اللي حطتهم إلك قريب. راح للمايور أخذ توقيعه، بعتوا له حاجة للسفارة. هذا فيلم، اوكي ماشي، على أساس يعملوا له فيزا. طلبوا الأوراق منه، شهاداته العلمية. قريب ادعى انه حصل على موافقة المير وان الملف يسير بشكل جيد. حصلت على الموافقة الأمنية وارسل الملف الى المقاطعة الفلانية، مش هنسميها عشان ما ندلش عليك، لكن السفارة لم تتصل ولم الملف لم يصل. لا اعلم شيئا عن الملف لان قريبي هو من كان يتواصل مع المحامي. انا حصلت على بعض معلومات الملف، هل يمكن متابعة الموضوع من قبلكم؟ انا اعتقد هذا في تفاصيل شخصية نعم كتير لازم يتواصل دايركت. نعم اخي اي ثينك انه الشغله الوحيده بالاول اللي هي از نوت كلير اي دونت ثينك اتس كوركت انه هو حصل على توقيع المير تبع البلد هذا في بالحكومه المنيسيبال لا هي البروفينشال ولا الفيدرال المنيسيبال جفرمنت اللي هي زي المدينه ما لها دعوه بالهجره يعني المير ما له لا حق ترشيح ولا التصويت ولا حتى انه يحط بريشر انه يجيب شخص فلاني لمدينته اللي له الحق انه بيعطيك شيء زي هيك هو يا اما البروفنس المقاطعه يا اما الفدرالي فغالبا اذا تم الامر هذا بيكون قريبك او صديقك راح مو على المير راح على الممبر اوف بارلمنت ممكن هذا قصدك تقوله ممبر اوف بارلمنت اور ممبر اوف ذا بروفينشال باور ليجسليتيف Parliament. So يا إما legislative assembly sorry يا إما راح على members of the اللي بيمثل المنطقة تبعته هو on the provincial level وعطى التوقيع هذا وهذا بيحصل أو راح على member of parliament the MP للفدرالي وأخذ منهم زي ما تقول support letter أو encouragement letter إلى آخره وهذا ممكن برضه يحصل لكن المير I think المعلومة اللي وصلت لك مش صحيح 100% طبعا انا مستعد اني اشوف الملف تبع حضرتك واشوف بس انت لوين واصل وعلى اساسه بنحدد اذا هنشتغل مع بعض او لا ممكن يكون ما في شيء نسويه احتمال ضعيف لكن ممكن هذا يكون موجود وممكن يكون في اشياء جذريه ممكن نعملها عشان نعجل الموضوع فياريت لو نحكي مع بعض وحطلب منك تبعت لي بالايميل لما نحكي مع بعض حطلب منك بعد هيك اذا اتفقنا انك تبعت لي بالايميل اي دوكيومنتس انت عندك اياها بخصوص الملف تبعك عشان اقدر اواصلها مع الجفرمنت بالارقام اللي هم اعطيناك اياها. شكرا. محمد ميلان كاتب رساله طويله عريضه عن الحقوق الانسانيه والاشياء بالانجليزي والناس اللي حابين انهم يهاجروا. Yeah. مش سؤال بمعنى انه يكون سؤال. طيب بسام انا وصلت كندا وانا قاصر عمري 17 سنه. اوكي. كم تطول اجراءات اللجوء تبعي لين ما تطلع الإقامة وهل هالسنة تكفي لأعمل لم شمل الأهلي بسوريا؟ هو عنده بي آر بس ما قالش لكن هو قال إنه وصل قاصر هاي كل اللي قاله 17 سنة مؤكد اللاجئ اللي بيجي بياخد بي آر هو لاجئ أكيد عنده ريفيوجي يعني ولا عنده إجا عن طريق كم تطول إجراءات اللجوء دلالة إنه لاجئ أنا قاصر عمري 17 لين ما تطلع الإقامة تبع اللجوء تبعي سوري اوكي اللجوء تبعي اللي بين ما تطلع الإقامة وهل ايش هذه؟ ايش هي اللجوء تبعي باللي الحين ما لبين ما تطلع الإقامة لبين ما تطلع لغاية ما تطلع الإقامة كم إجراءاته وهو لاجئ على ما بيطلع البي ار انا عايز افهم يعني انت دخلت الحدود ولا جيت باي برنامج مش عارف هو اوريدي اجت له المحكمه ووافقوا عليه شكله ولا لسه مقدم وبستنى وقت المحكمه هنرجع نقول يا اخوان تكرموا علينا واكتبوا تفاصيل بدون تفاصيل طيب لو انه اخي انت انا طبعا لو انت مش المحكمه ما اجت لك ولسه تستنى في المحكمه هذا بدك ما عندي فكره انا your lawyer should know what's going on انا ما عنديش فكره وين اي مرحله واصل لكن لو انت اوريدي صار لك محكمة وعملت المحكمة وافقوا عليك قالوا لك خلص انت you are refugee status في كندا and it's accepted that way then to get your PR after that stage right now they're a bit back dated probably about I'd say 8 to 10 months إن شاء الله وإمكانه يقدم لأهله هو هذا سؤال الخليل المحور الأساسي هل
أهله لما مرته ولاده يعني، ولا لا أهله أكيد قصده أم أهله أبوه؟ هو 17 يعني، أبوه وأمه أم أبوه. العائلة. طبعا ما بتقدر تقدم لهم على البي ار، على الفاميلي، على البيرنتال سبونسر شيب، ما بتقدر، لانه انت حتكون لساتك 17 او 18، فلسه ما وصلتك السن سن القانوني قانوني، ولا عندك اصلا اموال او املاك انك تقدر تعين اهلك، امك وابوك عشان يجوا. ف بدك تخش في بول، وتقديم يكون على اول السنه الجاي، او انك تقدم لهم للسوبر فيزا، انه يجيك سوبر فيزا. بس برضه السوبر فيزا بتتطلب انه انت يكون عندك دخل معين. تمارا، احنا بنقرا رسائل البريد الالكتروني، وبنقرا رسائل اللي هان، وبناخذ من هان وبناخذ من هان، يعني بناخذ ثلاث اربع اسئله من هان بنرجع علي على البريد الالكتروني. ماشي. انت بعت بالايميل للوش، للوش انا ما شفت يا للوش، والايميل امامي، معذره، هاي الايميل، ونعمل هنا هاي الانبوكس كمان مره. في عندي تمارا موجودة، للوش مش موجودة، في عندي روان، في محمد، في ولاء، في كفريني، للوش ما اجاني ايميل. على اي ايميل؟ thearabimmigrants@gmail.com لو سمحتي، هذا اللي انا موجود امامي الان في الصفحة. مكتوب الايميل اللي احنا ممكن الان نشوفه. السلام عليكم، شكرا. خليني اكتب لكم اياه. arabimmigrants@gmail.com هو الايميل اللي ممكن تبعتوا عليه الان اذا في حدا عنده حاجات خصوصيه ومش عاوزها تظهر على الشاشه. رسام شهودي، انت كتبت لي بالفرنسي. والله يا اخي الكريم، احنا ان شاء الله حيكون عندنا موظف بيحكي فرنسي زي ما فهمت. اما انا شخصيا ما بعرف فرنسي. شو انا اي نو ليتل بيت مي سي والله. شو انا grammar immigrant. He has questions about immigration. Just ask him to ابعت على respond. الايميل اللي بدك اياه. Yeah. واحنا حنجاوبك ان شاء الله رب العالمين. شكرا. طيب في عندنا باسم ليلى. هذا اسم ليلى. انا متاسف، انا بقول لك بعرفش فرنسي، انا اسف. هل عندنا ايميل باسم ليلى؟ لا يلوش. لا يوش ولا ليلى؟ ليلى ليلى ليلى، انا ماني شايف شيء باسم ليلى. هاي كل الايميلات امامي. هاي ليلى فوق. وينها؟ هادي؟ ليلى، استنى شوي، انا اسف. اوكي، بحكم عملي وخبرتي فانا تماما ابتعدت عن مجال الصيدلي. صيدلانية يا ليلى؟ لا هادي، لا هادي من الامارات، انا بعرفها. اوكي. انا بعرفها شخصيا. اوكي. انا اسف، مش هي. هي ليلى بس بعرفها. هي ليلى بس ليلى ثانية. اوكي. طيب. احنا هل عندنا حدا هنا؟ لا، هدول الأسئلة اللي عندنا. محامية من سوريا، لحظة شوي، هذه مش أنا. محامية من سوريا وحابة أقدم على دراسة ماستر، فممكن أعرف الأوراق اللازمة أوكي. للتقديم والدراسة باللغة الإنجليزية، علما أنني متخرجة من كلية حقوق دمشق، معدلي جيد، هل بإمكان الحصول على رقم هاتف للتواصل؟ yeah, sure. نعطي اللي هو 599. sure. اوكي، هكتب لكم الرقم 204 204 599 599. عليه ايمو، عليه مسجز، واتساب، تليجرام، واتساب، وكل شيء. طيب، جواب على سؤال اختك، انت كمحامية خاصة من سوريا، انتو سوريا اذا انا مش غلطان نظامكم سيفل لو، مش كومن لو، مش زي بريطانيا، انت نظام فرنسي اذا انا مش غلطان، زي لبنان، زي مصر الى اخره. انتوا اذا نظامكم سيفل لو، نظام فرنسي، بدك تقدمي على معادله في منطقه كوبيك، او معادله في منطقه كوبيك، لانه النظام تبعهم برضه فرنسي. يعني كندا كل المقاطعات والتيريتوريز بنحكموا بالكومن لو اللي هو القانون البريطاني، ما عدا كوبيك بتنحكم بالقانون الفرنسي اللي هو السيفل لو. فانت لو مخلصه سيفل لو وبتحبي جاي تعادلي شهادتك في كندا، بصح لك تعادلي شهادتك، ولكن ما تقدرش تعديها under the common law، مش under the English provinces. You have to do it in Quebec. I hope that helps. طيب، أنا في عندي أكثر من حاجة هام.
لأنه لو سمحتوا التواصل مع الأستاذ أي إزاي علشان في consultation لبكرة. اتصل على الرقم عشان يحجز consultation. Sure. أو info@talgo.com اللي بده إياه ممكن يبعت على الواتساب على ال على على phone number أو يبعت إيميل إذا بحب. نرجع من تاني. أنا بعت سؤال بالإيميل قيل أرجع بعته مرة تانية. إذا بعتي لي أنا فلازم أنا أشوفه. أنا كتبت الإيميل من فضلك فقط اعملي فورورد على الإيميل. إذا طلع عندي الآن أنا بقرأ لك إياه. I was looking to proceed for skill or business information. هذا اللي اسمه عمر اللي كان سأل. Skill or business. Well, both يعني. أيام فيهم. التواصل معكم بكون أحسن. أسهل إن شاء الله أستاذ عمر اللي هو مش عمر اللي هو عمره شو 30 سنة. إن شاء الله هو الحرفي أظن كان تجار أو شيء زي هيك مش هيك؟ لا. استنى شو نرجع فوق من الأول. رفيق اللي عمره 35 اللي هو من الجزائر أنا بتذكر. أوكي. وبعدين اختفت الأسئلة اللي فوق طارت راحت. هذا واحد بقول عندي خبرة في مجال حرفي اللي هو رفيق 17 سنة اتفقنا احنا حكينا مع رفيق. طيب بدر أنا من مغرب ممكن تواصل؟ طبعا ممكن التواصل. اكتب على الايميل ابعت مسج اتصل على التليفون اللي حطيناه. اهلا وسهلا بك من المغرب. لو سمحت استاذ ابعت لي ايميل على الخاص بترجاك. حاضر حاضر. الماسنجر ممكن تكلموني عليه بعد ان شاء الله. هل ممكن تقديم نصائح لقبول فيزا الدراسه؟ شكرا جزيلا. ثانك يو فيري ماتش ابو عمر. سعدك. هل في ايش عفوا؟ اليوم عندنا خدمة درجة أولى 5 نجوم. تفضل. ماي كوفي. هل ممكن تقديم نصائح لقبول فيزا لدراسة الماستر؟ نصائح لقبول اوكي. يا ماستر شور طبعا انت حضرتك او حض انس انس حضرتك بديك تقول لي بس ماسترز في ايش؟ هل انت ماسترز في ام بي اي ولا ماسترز في المجال الاندرجراد تبعتك زي الانجينيرنج اند سو اون؟ اذا اذا النصائح اللي بدك اياها هي كيف طريقه التقديم او طريقه التفضيل يعني كيف نقدر كيف انت تقدر تقدم ابلكيشن ابر كماسترز في الجامعه ولا قصدك نصيحه انه مين احسن جامعات اللي بتفيدك؟ بوث احنا بنقدر نساعدك فيه ان شاء الله اذا بتقدر تتواصل معنا. الشيء الاخير ممكن يكون قصدك انت تقدم نصيحه كيف تنقبل الفيزا تبعتك او كيف تقدم الفيزا للدراسه. برضو اعطيني بس شويه توضيح مشان اقدر اساعدك في الموضوع. لكن خلينا اعطيكم كلكم بشكل عام النقطه هذه انه تقديم للفيزا الزياره لازم يكون مشروط انه يكون عندك قبول اولا والشيء هذا غالبا حيكون موجود. الطريق الشيء الثاني زي ما قلت لكم بيعتمد على عمركم وبيعتمد على ايش الباك جراوند تبعتكم كيف انتم لما تقدموا شو بتقدر تثبتوا لهم انكم حترجعوا على البلد كيفكم ترجعوا على البلد وكيف تثبتوا لهم الشيء هذا بهم كثير. وكمان زياده على هاي كمان لما تقدموا بدكم تقدموا وتبينوا انه في عندكم اشياء تخسروها لو ما جيتوش على البلد سواء كان الهاف تويشنز او التويشن السنه كلها الى اخره. ف وي ويل توك اباوت how to satisfy both inshallah when you're ready just give me a call it's free of charge for today and tomorrow. الناس اللي بتبعت تطلب الارسال على الخاص يا جماعه المكتب احنا اعطيناكم الانفو وانا اعطيناكم isa@algo.com اللي بحب يبعت على الصفحه اعطيناكم الايميل والايميل برضه هنوديه لهم يعني thearabimmigrants@gmail.com حيروح لهم. في عنا قدمت هجرة من قطر محمد وارتفض الملف بسبب عدم وجود رصيدك فني بالجمعية. عدلنا السبب وارتفض تاني مرة بسبب VST يعني ما سكر الملف نهائي. هل يمكن أن يفتح تاني مرة؟ رسلنا وزارة الهجرة من 20 يوم وللآن ما ردوا. الملف الأولاني الأخ محمد كان تقديم من سنة وتسعة أشهر. مقدم على السكيل وركر؟ لا لا جمعية معناته لجوء كفالة. قدر ورفض الملف بسبب عدم وجود رصيد يكفلني بالجمعية. الجمعيات والكنائس كفالات. أوكي. لا يس يو كان ري أبلاي أجين. هو بيقول على الملف إنه يفتحه
اللي ارتفض مرتين ورجعوا قدموا عليه. الرفض هل كان إشي من أسباب الرفض بتقول إنه في فراد أو مس ريبريزنتيشن أو؟ لا هو اتكلم على ما فيش زيك. إذا ما فيش هيك بال إذا ما فيش زي هيك معناه you're not banned to reapply again أو ما you're not reapplying to yeah you don't have to. بس إذا كان مش عارف كيف لو تبعت لي رسالة الرفض لو سمحت مش هتخسر حاجة اكتب بعت لي بس تفاصيل يعني بعت لي بس بالصورة كيف رسالة الرفض وأنا ممكن أقول لك شو تسوي بالضبط بالضبط. طيب عنا اللجوء من داخل كندا وأسباب تأخر موعد محكمة لست سنة ونص. طيب أوكي سنة ونص سنة ونص وعامل لجوء من داخل كندا ليش طب تأخر موعد؟ هم بقول لك أنا مستغرب بسأل هل هذا جي اتش اسمه جي اتش خا لجوء من داخل كندا والمحكمة تأخرت إلى سنة ونص شيء غريب زينت. يمكن المحامي تبعه حاطط انه بيستنى قاعد وراء من البلد تبعته او بيستنى وراء من السكيورتي تشيك. هو غريب طبعا كتير غريب انه تاخر سنه ونص بس مش عارف شو. انا بعرف انه هو بدا يتاخر لسنه بس سنه ونص ما لحقناش ولا حتى السنه هي نادر لا هي صارت مع بعض انا من اللي بتابعهم بقول لك 9 اشهر سنه 8 اشهر عشان يشوف القاضي والمحكمه والان اللي عرفت عشان صاروا يعملوه اونلاين طيب القاضي بيكون في البلد اللي هو فيها وانت بتكون هنا يعني بيسرعوا في المحكمة سنة ونص يعني كتير. دور مع المحامي تبعك لانه اكيد لازم لك محامي في محامي وفي مشكلة انت عندك في اما في الدوكيومنتس نوت كامينج او في عندك مشكلة في المحكمة مش وصلها اوراق او شيء زي هيك يعني it doesn't make sense. كيف بدي انا اهاجر على كندا كيف طريقنا شو بدي بدك تروح على احد الطرق تبعت الهجرة وتدور فيها يا اخي الفاضل. طيب واحد تاني do you process the immigration in all states or Manitoba only everywhere وبس العلم يا اخوان مقاطعة كوبيك مشان احنا محامين common law مش civil law فمقاطعة كوبيك مشان احنا نقدر نمشي بالفايلات نعملها كيس باي كيس يعني ما تيجي تقدم انت لما نروح على كوبيك بنقدم احنا لكوبيك كمحامي بقول لهم انا عندي وان كلاينت بعطوك بعطونا احنا البرميشن تو براكتس ذا هاي فقط لمقاطعه كوبيك المقاطعه الثانيه ما في داعي للبرميشن. نيسو كيف اتواصل مع الاستاذ لؤي عشان سكيل تريدز او بدي اعمل كونسلتنسي شو كتبنا وراجع اللي مكتوب انفو ات الغول.com isa ات الغول.com واذا بتبعت لنا على الصفحه دي عرب ايميجرانتس احنا برضه حنوديكم اياها. الاثنين انفو انت تيسا سبتك يعني ما في مشكله. طيب محمود رجعت محمود من تاني بنروح على كمان على سفاره دبي قالوا ما في عندنا هجره بنروح على المفوضيه منتهي الموضوع يا محمود عندك هناك. شكرا كثير على لحنا فتحت معكم اهلا وسهلا بيكي يا بارك الله فيكي. حنا بعثت سؤال وانا اعتقد بعثته على الجيميل برضو اوكي حاضر هنشوف اذا بتحبوا تساعدوني بارك الله فيك هنشوف. طيب عبد الله صيدلاني متخرج السنه دي من مصر سوري الجنسيه قدم على اكسبريس انتري ولا قدم على ماستر كيف بدي اقدم بدون خبره ما بدك سنه خبره عبد الله من شروط الاكسبريس سنه فول تايم يا بدك خبره سنه كامله يا عبد الله إذا بدك تقدم طالب ومعك فلوس عشان تيجي طالب ماستر ما في مشكلة بس إذا بدك تقدم على سكيلد وركر اللي هو الإكسبرس إنتري بدك سنة فول تايم يعني ممكن يكون سنتين بار تايم أو سنة فول تايم بس ما ينفعش أقل من هيك. ماشي إذا كنت عبد الله برضو أنت بتسأل بتقول أنا بدك ساسكاتشوان لاحظ إنه ساسكاتشوان في شيء مهم هنا يا جماعة بدك تسجل مع الجمعية أو الهيئة اللي بتعطيك ترخيص قبل ما تفكر في كل شيء هذه الإجراءات بتاخذ أشهر خذ التسجيل معهم وبعدين ابتدي اجراءاتك. والحاجه الثانيه اي بلد عشت فيها اكثر من 6 شهور بدك لا حكم عليه كشف البصمات صحيح. انا بعرف واحد بعث علي متخرج من افغانستان اللي بكلمه 5 اشهر والله بعث لهم كل شيء لليوم ما عارف يجيب الشهاده من افغانستان وطبيب مش عارف يجيب الشهاده من افغانستان بدي يجيبها من افغانستان لا حكم عليه بعث لهم كل اللي بدهم اياه. طيب ديانا بنتي راح تاخذ بي ار بس هي طالبه بكندا ممكن تعمل زياره لوالدها الموجود خارج كندا اذا كانت ما عم تشتغل. البنت طالبه وقربت راح تاخذ بي ار يعني لسه ما اخذتش بي ار. اذا بدها تقدم لابوها كزياره يجي يزورها وهي في كندا وتقدم له كزياره عاديه هي الفيزا بتقدم له ليتر اوف سبورت
او letter of invitation بتقول لمن يهم هالامر طبعا بالانجليزي انه انا بدي ابوي يجي يزورني في كندا لاني بتخرج لاني بدي اشتغل لاني بلخ يلخ وانا هذا وضعي والى اخره. هذه بتكون زياره عاديه بتتقدم عليها وهذه بتكون شوي ضعيفه مرات بيعملوا فيها رفض اذا الاخ من سوريا يعني. اما الطريقه الثانيه هي السوبر فيزا ما بتقدر انت تقدمي اختي الا له بسوبر فيزا لانك اولا مش مقيمه اثنين ما عندكش دخل انك تضمني ابوكي واخوها. هل ممكن فتح ملف بعد اغلاقه؟ يا بيعملوا استئناف سموه استئناف. طيب هل ممكن لطالب بكندا نفس اعاده السؤال؟ طيب المحاميه احنا حكينا عليها ممكن ايميل لحتى اشرح لك الموضوع. طبعا احنا حكينا الايميل يا اللي هو info@atalgo.com ما في مشكله. طيب بالفرنسي بتقرا فرنسي؟ انا ما بقرا فرنسي. اوكي اجاد السؤال هو نفسه مكرر. طيب وهذا كله مكرر مثل ما تحدث المكان. مستقبل الهجره هتبقى اصعب بعد كم سنه ولا هتبقى بنفس المطالب؟ في تغييرات صايره في برنامج الهجره تاعت مانيتوبا حتى will take effect in January 2019 وغالبا في بعض التغييرات جاي بجون 2019 كمان لبرامج الفيدرالي. فهذا اللي we've been told بس ما فيش شيء confirmed in writing. لكن اخواني انا للاخوان المتابعين اعطيكم نصيحه وسواء انتم استمرتوا معنا او رحتوا مكان ثاني استخدموا النصيحه هذه بشكل جيد جدا 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 وبشكل قوي جدا جدا جدا. اوكي ضروري خذوها مني. اوكي النصيحه كالتالي ادموا على البزنس بروجرام تبع مانيتوبا ادموا على البروفيشنال ري بروجرام بزنس ستريم تبع مانيتوبا قبل نهايه السنه. حاليا بعد فتح البرنامج الجديد اللي هو بعد التغييرات اللي صارت السنه هذه اخر نوفمبر 2017 وقف البروجرام رجعوا فتحوا السنه هذه رجعوا او قالوا او اعلنوا عن السنه هذه رجعوا فتحوه بتقريبا اقل من نص السنه. حاليا بيقبلوا طلباتكم اذا انتو يو ميت ذا مينيمم ريكويرمنتس من غير ما تخشوا في بول ومن غير ما يقدموا لكم اي او اي اكسبريشن اوف انترست متقدمين تو الاي او اي اكسبريشن اوف انترست وتصير عندكم سلكشنز ذا توب يو ميت ذا مينيمم ريكويرمنتس ذي ويل كونسيدر يور ابلكيشن. اوكي فيري جولدن اوبورتونيتي very golden opportunity للأشخاص الجادين في تقديم البزنس. احنا شغالين بشكل كبير جدا جدا مع الكلاينتس تبعونا او اللي كان عندهم انترست في البرامج القديمه we are going and الريزلت ما شاء الله ممتازه. ف سواء معنا او مع غيرنا مش مهم بس استخدموا الاوبورتونيتي هذه قبل نهايه السنه. اسمحوا لي ان اقول حاجه احنا ما بنحجر على راي حدا حتى لو كان مخالف للي احنا بنحكيه. فعنا الأخت ناهد من السعودية بتقول لك يعطيكم العافية وشكرا على كل اللي بتقدموه بس تجاربنا مع المحاميين في كندا كانت سيئة للأسف خلونا ندفع فلوس على الفاضي وضيعوا علينا كل الفرص بس الحمد لله كل شيء نصيب. احنا ما بنحجر على حدا ما بنقول لحدا شيء احنا ما بنعرف ايش الكيس تبعتكم او كيف كان التعامل بنسمع عن قصص كده وكده لكن الكلام اللي بتحكيه الأخت ناهد مش معاكم. لا لا مش معنا مش مشكلة. لا وأخت ناهد كمان إذا بتحبي أختي إذا هو فعلا محامي أو محامية اللي سووا هيك معك في كندا لو سمحتي أنا أصل أني أنا محامي وأنا برضو سمعت المهنة عندي مهمة جدا ففي الفري إنك تبعتي لي إيميل عن الأشخاص هذا أو الشخص هذا وريلي شو صار وأنا I'm more than happy to help you مع الشخص هذا ويعني I'll tell you some ways to do it in order for you to be well represented وانك يعني to be يعني looked after يعني لانه ميزة المحامين احنا انه احنا we're insured, we're monitored ف بس ما يكونش في رقابية عليكم يا بس ما يكونش في الخلط بين يعني في ناس بتدعوا انهم محامين او بتدعوا انهم immigration consultants وهم مش هيك فيعني either way more than happy بعتي لي ايميل واكتبي للاستاذ مازن بالايميل انه انا بعت سؤال للاستاذ لؤي يوم الثلاث يوم 28/6 وهو طلب مني اتواصل معه حتى يعرف ايش ممكن يساعدني اذا انت حبيتي بس الله يخليك وضحي اكثر يعني مين انت وامتى انا وياك تكلمنا مع بعض او وانه
باي ذا واي لما تحكي معي وتحكي معي بالتليفون وتشرحي لي الوضع واقول لك انا ايش رايي في الموضوع هذا، كيف ممكن تسويه مشان على الاقل تحسن الوضع تبعك مع المحامي هذا، او على الاقل تعرف شو حقوقك. يعني ما فيش تشارج ات اول، ام جاست دوينج ذس. يعني انا حقيقه ام دوينج ذس مشان مساعده للاخوان والاخوات، وبنفس الوقت لانه انا بهمني سمعه المهنه والناس اللي بيضروا بسمعتها، انا بتضايق جدا من الامر هذا. وفي واحد اخ انتقدني قبل اسبوع، كنت انا في اجتماع وكنت برضو بعطي lectures في وينيبيغ هنا، free lectures about immigration and so on. I was giving advices. قلت لهم this is free advice لوجه الله. ف he was saying no, فيش شيء for free، ما فيش حدا بيعطي شيء ببلاش، اكيد في وراها من وراها شيء. That's not true. والله اخوان اخوات، احنا كمهاجرين عرب وكمهاجرين مع بعض، كثير من الجاليات الأوكرانية والفلبينية والهندية واليهودية متعاونين متعاونين مترابطين، بيساعدوا بعض. ويعني أنا بفتخر كمان بالجالية المصرية القبطية، لأنه برضو بيساعدوا بعض بشكل كبير كمان. ما فيش شيء اسمه ما فيش شيء فور فري، أو ما فيش شيء، هذا تفكير إحنا أصلا لا يوجد عندنا، لا في الكالتشر العربي الحمد لله إحنا كرامة جدا، ولا في الكالتشر الإسلامي ولا في الكالتشر المسيحي. فهذه حقيقة لوجه الله يعني، أو إحنا يعني لمساعدة الإخوان العرب. فإذا بدك أي شيء قولي لي وأنا إن شاء الله بساعدك بإذن الله تعالى. أوكي محمد حسن، أنا آسف، أنا راجعت كل الرسائل الأمام ما شفتش، ابعت لي على الجيميل theArabimmigrants@gmail.com. بوعدك أقرأ رسالتك وأقدمها لهم وأجيب لك رد خاص لإلك. ما عنديش غير هيك لأنه مش شايفها خالص. Good evening. May I apply to Quebec and other cities? You may if you are eligible. صح. أوي. لو سمحت ترد على رسالتي يا محمد حسن كمان. قلت لك أنا، يعطيكم العافية. شكرا يا رنين، بارك الله فيك. برضو إحنا بنحتاج إلى الدعم النفسي. الله يخليكي. وشوفونا على اليوتيوب شانل وعملونا اللي بيقولوا لايك وشير. عملت يوتيوب شانل أنا. يعني احنا عندنا يوتيوب شانل وفيها الفيديوهات وكل اللقاءات هذه بنسجلها بنحطها على اليوتيوب شانل لاحقا. يعني خلونا نشوفكم. وكمان انتبهوا يا جماعه بالنسبه لليوتيوب شانل، سواء كانت مع العرب ايميجرانتس او الغول ايميجريشن، انتبهوا انكم تطلعوا على تاريخ اليوتيوب شانل، لانه في التغييرات اللي بتحصل في البرامج دائما. يعني شوفوا التايتل، الفيديو الاحدث. اي بالضبط، طلعوا على التايتل اذا هو مثلا immigration for business او كذا، for مثلا بتقدم immigration for business Manitoba، في عندنا احنا تو فيديوز، one about the old program one about the new program. سو شوفوا التايتل وشوفوا البرنامج الاخير للتجديدات. طيب. رنيم بتقول قدمنا لجوء لجمعيه في كندا في 10/2016 والان لم نحصل على جي نمبر او ايميل استلام الملف، راجعوا الجمعيه. يا للأسف هذا الأمر، لحد ما يجي لكم النمبر المحامين بدورش يساعدوكم في الأمر هذا. طيب هل طريقة قانونية للتواصل مع الهجرة لأن الكفيل لم يقدم لنا أي معلومات؟ رنيم هاي برضو. رنيم؟ هي نفس يا. رنيم يا. هل من طريقة قانونية للتواصل مع الهجرة لأن الكفيل لم يقدم؟ هي مشكلة أخت رنيم، أنت ليش إحنا بنقدرش نساعدكم لحد الآن إذا ما عندكيش نمبر؟ لأن إحنا أصلاً مش عارفين إذا جمعية قدمت لكم أو لا. يعني I don't know if you are even، يعني مش عارفين اصلا اذا الهجره بتعرف عنكم ولا لا لحد الان. ممكن انت تتواصلي، كيف تتواصلي معهم؟ بدك تتواصلي مع ال 1800 نمبر تبع كندا، 1888 525 I think it's 1424. I will بنجيبه بنحطه. اوكي ماشي، ممكن تحكي معهم دايركتلي وتعطيهم اسم اللاست نيم تبعك والاسم الاولاني وتاريخ الميلاد، بقولوا لك اذا عندك فايل او لا. وعاده السفارات الكنديه في الخارج اذا بتبعتي لها انت ايميل، عاده دي ريسبوند باك تو يو. لو كان الريسبوند تبعهم انه ام سوري وي كانت كونتاكت يو، اونلي كان كونتاكت يور ريبريزنتيف، معناها انه لك ملف معهم. اذا كان الريسبوند تبعهم ات ذس بوينت ات ذس تايم وي دونت هاف اني انفورميشن اباوت يور فايل، معناها انه في شيء تقدم. شغلات زي هيك ممكن اساعدك فيها انا. اخر سؤال لانه الوقت داهمنا ونحن متاسفين لكن سهرناكم معنا. هل يتم اعتماد المعدل العام للايلتس ام انه يجب ان تكون علامه كل فرع كحد ادنى 6؟
هذا السؤال اللي إن شاء الله اليوم هنكفل به. طبعا هو طبعا الجواب هو القسم الثاني من السؤال، إنه ما ينفع تقول I got a general I got an overall 6 or I got an overall 7. It has to be per category. حسب أنت ال حسب البروجرام اللي أنت مقدم عليه. Express Entry, Business, PNP and so on. Everyone has a different IELTS different CLB score. مشاهدينا الكرام، نشكر الأستاذ لؤي الغول المحامي أبو عمر على وجوده معنا والرد عليكم، ونوعدكم بلقاءات أخرى. إن شاء الله تسجيل الحلقة هيكون موجود على اليوتيوب لاحقا ومنشور عنا على الصفحة. وبنذكركم إنه في عنا دروس للآيلس كمان للناس اللي محتاجين الآيلس، بنعملها يوم الأحد مع الأستاذ تريفور، وفي حلقتين منشورين عن الكتابة اللي بتغلب الناس كتير، والسبيكينج هيكون في سبتمبر إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا، وشكرا أستاذ أبو وليد. شكرا، حياك الله. أهلين.